سؤال طلب مني أن أتعرض له، وهو: ما هي الدول التي تعتمد على تغطية احتياجاتها من الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية؟ وهل فعلا الطاقة النووية تلعب دورا كبيرا في مجال الطاقة ويستحق هذه الضجة المثارة حولها؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، في البداية أحب أن أوضح أن العدد الحالي في سبتمبر 2021 من المفاعلات النووية هو 444 مفاعل، ويغطي 10% فقط من الإنتاج العالمي للكهرباء طبقا لإحصائية 2020، وهذا أقل كثيرا من استخدام الغاز مثلا الذي يستخدم لإنتاج 23%، أو الفحم الذي يغطي حتى الآن 35% من إنتاج الكهرباء عالميا. ولكن من المهم أيضا أن أذكر أن الطاقة المائية تغطي 16% وأكبر من الطاقة النووية. والآن، ما هي الدول التي تنتج هذه الكهرباء النووية وبأي كمية بالمقارنة بالمتوسط العام 10%؟ هنا سنجد 13 دولة من 32 لديها مفاعلات نووية يزيد إنتاج الكهرباء بها نوويا عن 30%، بل 4 دول منهم يقترب الإنتاج من 50% أو أكثر كما الحال في فرنسا. وهذا لا يعني بالضرورة أن عدد المفاعلات بهذه الدول كبير، فمن كل هذه الدول سنجد فقط 3 دول مثل كوريا لديها 24 مفاعل، أوكرانيا 15 مفاعل، وطبعا فرنسا 58 مفاعل وتنتج 70% من الكهرباء الخاصة بها نوويا. وهذا طبعا إنجاز ليس سهلا، فلم نرى مثلا حوادث نووية كبيرة في فرنسا، أو سمعنا عن مظاهرات ضد استخدام الطاقة النووية بها مثل كثير من الدول الأوروبية، وهذا بلا شك نجاح للصناعة النووية الفرنسية. المجموعة الثانية وبها 19 دولة، وهذه المجموعة الثانية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين. الأولى تتكون من 7 دول وتنتج ما بين 10-20% من الكهرباء النووية، ولكن هذه مجموعة مميزة لإحتوائها على دول مثل أمريكا 96 مفاعل، روسيا 39 مفاعل، كندا 19 مفاعل، وإنجلترا 15 مفاعل. أما المجموعة الأخرى بها 12 دولة والإنتاج بها أقل من 10%، ولكن هذه المجموعة بها دول مثل الصين 54 مفاعل، اليابان ولديها 2020 33 مفاعل، والهند 22 مفاعل. أرجو أن أكون قد أجبت على هذا السؤال بطريقة وفية. تحياتي وتقديري.